لكن لا يعطي الفتنة فرصة أن تشرب في القلب وأن تتمكن. ولهذا تجد من المصائب الواقعة أن بعض الناس جاهل بدين الله تماما ويفتح أذنيه لكل متحدث بما يقول، وتجده عبر المواقع الآن والقنوات يستمع لكل أحد. أي قلب هذا سيكون إذا كانت هذه حاله؟ سماع للفتن، متلقف لها، لم يخص سماعه في أمور العلم والدين بأكابر أهل العلم الثقات أهل البصيرة بدين الله تبارك وتعالى، فكم تمرض مثل هذه القلوب ويصيبها ما يصيبها من الفتن.